بتعرفي أنا ما رح أسمح لك تعرضي حالك للخطر لو 1%. ومين بتكون حضرتك لحتى تسمح لي أو ما تسمح لي؟ أنا النقيب زياد حرب. بمنعك لأي سبب من الأسباب إنك تعرضي حالك للخطر. بمنعك لأنه مغروم فيكي. وإذا بدك شوكي موت. كيف؟ لهالدرجة؟ وإمتي لحقت تنغرم فيها هالقد حضرة النقيب زياد حرب؟ من لحظة جيتي لعندي ومديتي إيديكي وقلتي لي لقطني. من وقتها لقطتك ومش قدرة انفلتك.